مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الست وفية بتقول هي بتقرأ القرآن عقب صلاة الفجر مباشرة، الأولى تقرأ القرآن ولا أذكار الصباح؟ يعني الأولى بعد ما أنا بصلي صلاة الفجر إن أنا بختم الصلاة وابتدي أقرأ أذكار الصباح لأن ده وقته، وبعد كده لكل وقت زي ما احنا دايما عارفين الوظيفة بتاعته. انا صليت خلاص وكده، من باب ان انا بقول الاذكار ما بعد الصلاة على طول اردفها باذكار الصباح بما اننا بنستهل اليوم. قراءة القرآن الكريم موجودة مع حضرتك على مدار اليوم وربنا يتقبل، وممكن بعد ما تخلصي اذكار الصباح تاخدي جزء من القرآن اللي انت بتقريه، ربع قدر الايات اللي انت متعودة تقريها. أصيبي من الخير وداومي عليه قدر طاقتك وإن قل، نسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول.